مهم والناس كلها بتتكلم عنه من لحظة الإعلان عنه. ليه؟ لأنه في ثقافة المصريين وفي عواطف المصريين وفي تربيتهم يعني ما تقدرش تعد من إمتى على مدى أجيال ومستمر، فكرة الحلم والأمنية إنك تروح تعمل عمرة أو تحج إذا ربنا قدرك. الخبر اللي أعلنته وزارة الخارجية السعودية الخاص بالتأشيرة الفيزا الجديدة، إنك لو قطعت تذكرة طيران، حجزت طيارة طيران من شركات الطيران السعودية، فأنت بسهولة بتاخد تأشيرة دخول، بتاخد فيزا على طول لمدة 4 أيام، وبتقطعها بتاخد التذكرة دي على الأونلاين على المنصات وعلى التطبيقات الإلكترونية المختلفة. وإنك أول ما تدخل على المنصات دي سواء للخطوط الجوية السعودية أو لشركة طيران ناس، تقدر على طول تقدم على الفيزا وتاخدها اللي هي 4 أيام، ومن حقك إنك تزور المسجد النبوي الشريف، من حقك إنك تعمل العمرة. والحكاية دي بتحصل بشكل مباشر، مش بس كمان لوقت محدد، لا انت عندك 3 شهور كاملة تقدر تاخد فيها 4 أيام بتوعك علشان تقدر تروح تحقق الحلم. احنا معنا مستشار اللجنة الوطنية السعودية للحج والعمرة أستاذ سعد جميل القرشي، برحب بحضرتك معانا يا فندم. مرحبا، مساكم الله بالخير وجميع مشاهدين بي سي مصر، وكل سنة وانتم طيبين. تحياتنا لحضرتك وكل سنة وانت طيب. احنا طبعا مقبلين على، بالنسبة انت عارف انه بالنسبة لنا احنا كمجتمع مصري موسم العمرة اللي قبل رمضان ده حاجة عظيمة ومهمة وأمنية غالية جدا. ده نرحب بكم ومكة والمدينة بانتظاركم، واهلا وسهلا بكم في اي وقت وفي اي مكان. كتر خيرك، ربنا يخليك. هي بلد واحدة، والقيادات المصرية والقيادات السعودية الحمد لله على أحسن ما يرام. سؤالي لحضرتك، الإجراءات تتم كلها من خلال التطبيقات الإلكترونية، صحيح يا فندم؟ نعم نعم نعم، الآن كل الإجراءات التي تتطلب التأشيرة بإمكانك تعملها من بيتك. الآن يعني بإمكانك تحجز تذكرتك وتأخذ تأشيرتك مجانا لمدة 3 شهور، فيها 3 أو 4 أيام، وتخرج وفي أي وقت وفي أي حين، وأهلا وسهلا بك. ولا يوجد لها أي رسوم، هي فقط الثمن الخاص بتذكرة الطيران. نعم صحيح، سواء طيران الخطوط السعودية أو ناس أو شركة ناس، طيران ناس. نعم. هل ده نظام سيبقى أم له وقت محدد بعد ذلك ينتهي؟ لا نظام حيبقى، والنظام هذا فتح ويتبرر التأشيرة على المركز الوطني للمعلومات في وزارة الخارجية، وتصلك الرسالة مع التأشيرة وتذكرتك والبوردنج، مع البوردنج تطبعها وتلقى تأشيرتك على البوردنج باص بتاعك. هل في وقت معين، يعني هل في فترة زمنية حتى يصلني التأكيد الخاص بحصولي على التأشيرة؟ حسن ايش؟ اعيد السؤال. يعني هل انا دلوقتي دخلت على الابليكيشن على التطبيق وعملت كل الاجراءات، أيوة. هل في فترة زمنية انتظر في خلال 2 أو 3 أسبوع حتى تصلني التأشيرة؟ لا 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 لا، في نفس اللحظة فوريا مع دخولي واتمام المعاملة على التطبيق. على التطبيق فورا تحصل على تأشيرتك، وفورا ترحق طيارتك، وفورا توصل مكة وتعمل عمرتك وتتوكل على المدينة تعمل زيارتك، وأهلا وسهلا بكم. شاكر جدا لحضرتك وشاكر جدا على كل هذه التفاصيل، تسهيلات مهمة ورائعة وغير مسبوقة في الحقيقة. ده جزء أساسي زي ما قلت لحضراتكم، جزء أساسي من ثقافتنا وجزء أساسي من أحلام المصريين
وخصوصا مع اليومين اللي احنا جايين عليهم واحنا داخلين في معلومتين مهمين قالهم السيد الاستاذ سعد القرشي وهو زي ما قلت لحضراتكم مستشار اللجنه الوطنيه السعوديه للحج والعمره. في معلومتين وانا بشكره شكرا جزيلا مره ثانيه. في معلومتين مهمين: اولا ان انت بتاخد التاشيره دي بدون اي مقابل، بتدفع ثمن التذكره بس. ثانيا انك تاخدها بشكل فوري بعد ما تخلص اجراءاتك على الانترنت على التطبيق. ثالثا انه دي موجوده معانا على طول، يعني كمان مفيش داعي للزحمه ومفيش داعي للخوف انها عرضه هيخلص. لا، زي ما هو قال ده نظام مستحدث وجد ليبقى، هيفضل موجود، مش مجرد محكوم بمهله زمنيه او باطار زمني واحد.